سؤال: هل الصلاة أمام صور القديسين جائزة؟ وهل الصلاة أمام السيد المسيح فقط هي الصحيحة؟ في فرق بين الصلاة أمام صور القديسين وبين الصلاة للقديسين. يعني انت جايز تقف قصاد صورة قديس وتقول يا رب بشفاعة هذا القديس كن معايا في كذا وكذا وكذا، يبقى برضو الصلاة موجهة الى الله وان كان امام صورة القديس.